تفضل معالي. تفضل معالي. صباح الخير. اجتماعنا اليوم مع المحافظين ومع عدد مهم من رؤساء البلديات يلي أخذت إجراءات مهمة وصارمة بالنسبة لموضوع الوجود السوري. اجتماع مهم، اجتماع تنأكد لكل البلديات ولكل المخاطير ولكل اللبنانيين إنه لبنان إلنا، لبنان بيبقى إلنا، ونحن بدنا ناخد كل الخطوات والتدابير والإجراءات القانونية اللازمة والضرورية تنحافظ على بلدنا، تنحافظ على بلدنا وما نقبل أي تغيير ديموغرافي، تنحافظ على بلدنا وما نقبل أي انفجار سكاني ما بيقبلوا الدستور وما بيقبلوا القانون، ما بنقبلوا نحن وما بيقبلوا اللبنانيين. موضوع الوجود السوري الكثيف بلبنان هيدا موضوع يتخطى إمكانية البنى التحتية اللبنانية، يتخطى إمكانية الدولة اللبنانية، يتخطى إمكانية المواطنين اللبنانيين إنهم يتحملوا موجود بيناتهم وبضياعهم. موضوع الوجود السوري يتخطى إمكانية البنى التحتية، إمكانية أي تخريب أو أي جرائم عم تصير من جراء هيدا الوجود الكثيف. أنا بحب هون أقول لللبنانيين إنه عدد كبير من الجرائم عم يرتكبوها السوريين الموجودين في لبنان، كمية كبيرة من الموجودين في السجون ويلي الدولة اللبنانية عم تتكلف عليهم حماية وطبابة وأكل وحراسة وكهرباء ومازوت، هن من السوريين بنسبة تفوق 30%. تعطيكم فكرة عن الجرائم، مثلا السرقة، السلب، النشر، سرقة السيارات، سلب السيارات، الخطف، القتل، الاشتباه بالقتل، المخدرات، تعاطي وإتجار وترويج وحيازة، إطلاق النار، الاعتداء، التحرش الجنسي، الدعارة، تهريب الأشخاص، الإتجار بالبشر، الاعتداء على القوى الأمنية، الصيرفة غير الشرعية، وشو ممكن تأثر على الاقتصاد وعلى المال اللبناني، العنف الأسري، محاولات القتل، العملة المزيفة. هيدي جرائم كبيرة، هيدي جرائم كبيرة اللي عم يرتكبوها سوريين عم يرتكبوها، وهيدي هيدا الموضوع بيخلينا نحنا نحط ايدينا بايدين بعض تنحافظ على بلدنا، تنحافظ على مجتمعنا، تنحافظ على بيئتنا، تنحافظ على صورة وهوية بلدنا. في بلديات كتير اخذت اجراءات، نحن هون موجودين تنقيم هيدي الاجراءات وتنوه فيها وتنثني على جهودها، ولحتى كل البلديات الباقية تاخد مثل هاي البلديات يلي اشتغلت. نحن ما فينا نبقى بحالة تراخي أو حالة تطنيش حيال الوجود السوري بلبنان. نحن حكينا ونحن قلنا لكل البلديات، ومنقول لكل البلديات اللي مش موجودين وخصوصا البلديات يلي مش عم تعمل شيء، انه نحن حنعمل محاسبة. نحن قادرين بوزارة الداخلية انه نحاسب كل واحد مؤثر بحق شعبه، مؤثر بحق بلده، مؤثر بحق بلده. مش رح نسمح بالوجود السوري يكون عشوائي بلبنان، مش رح نسمح انه الشقة السكنية يكون فيها 100 شخص سوري موجودين فيها، مش رح نسمح انه نبقى الورش البناء قيد الانجاز انه يكون فيها سوريين أو يكون السوريين موجودين ببناء غير مكتمل بأعداد كبيرة. مش رح نسمح لأكثر من عائلة لبنانية، من عائلة واحدة إنها تكون بالشقة. بدنا نحدد عدد السوريين يلي هن موجودين بكل شقة، مش رح نسمح أكثر من عائلة. مش رح نسمح وهلأ إلنا البلديات يكون البناية فيها 100% سوريين. بدنا نحدد عدد السوريين بالوحدات السكنية. بدنا نقول للمحافظين يعمموا على البلديات انه ما يسجلوا عقود ايجار لسوريين غير قانونيين في لبنان او غير شرعيين او غير حائزين على اقامة. بدنا نأكد على الشرطة البلدية باشراف البلديات وباشراف المحافظين انهم يقوموا بدورهم بمواكبة القوى الامنية انها تقوم بمهامها. مش رح نسمح بالانفلات، بدنا نحافظ على لبنان، وبدنا من كل البلديات ان هي تعمل تقرير دوري كل 15 يوم شو عملت بصدد الوجود السوري في لبنان، من اجراءات، من قمع مخالفات، من ازالة تعديات،
وهون بذكر التعديات الكبيرة يلي هلأ أحد المحافظين قال على المشاعات يلي بيجوا السوريين بأعداد كبيرة بيحتلوا أملاك الدولة وبيعتدوا على البنية التحتية وبيعتدوا على شبكات الكهرباء وعلى شبكات المي وعلى شبكات الصرف الصحي، بحيث أصبحت الكهرباء بلبنان مستباحة، بحيث أصبحت البرك بلبنان أو الأنهار أماكن لرمي النفايات أو لرمي المياه المبتزلة بطريقة عم تلوث البيئة اللبنانية وعم تقضي على الثروة البيئية والثروة الحرجية والثروة الحيوانية وعم تسمم الزراعة بشكل هيدا مش رح يبقى مقبول. ومثل ما البلديات بدها تعمل تقارير دورية، نحن بدنا كمان المحافظين، سيد المحافظين والقائم مقامين طبعا يزودونا بتقارير دورية، ونحن بوزارة الداخلية خلية عمل، خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة هالأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق باللبنان، باللبنانيين، بالديموغرافيا اللبنانية، بهوية لبنان، بشكل لبنان، بمستقبل لبنان، من جراء هذا الانفلات وهذا وهذه التصرفات غير المقبولة. يمكن هذه أزمة النزوح السوري أزمة إلى زمن، دولة اللبنانية ما وقفت بطريقة جازمة وحاسمة للوقوف بوجهها، مش رح أقول لتنظيمها لأنه نحن مطلبنا مش تنظيم الوجود السوري، نحن مطلبنا الحد من الوجود السوري، نحن مطلبنا خطة عودة وإطار زمني واضح يرجع لبنان، لبنان يرجع لبنان لألنا، يرجع لبنان لللبنانيين. بوزارة الداخلية الفريق عم يشتغل بهذا الموضوع، وفي ضابط موجود بوزارة الداخلية موجود هو معنا متفرغ لهذا الموضوع، عم يشتغل مع الخلية الأمنية للناسحين السوريين، وهو عم يتواصل شخصيا مع كل المحافظين ومع كل البلديات يمكن يوميا للحصول على المعلومات اللي متعلقة بالسوريين. نحن كلفنا البلديات وكلفنا المخاتير يعملوا مسح شامل للوجود السوري. نحن طلبنا من الكتاب العدل، من وزارة العدل التبلغ كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود أو معاملات لمواطنين سوريين لا يحوزون على إقامة وغير مسجلين. نحن مثل ما قلت طالبنا ونطالب وسنصر على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن هي تتجاوب مع البروتوكولات يلي عملتها مع لبنان، ونحن بلبنان مش رح نقبل تجاوزها. بالنسبة لموضوع المخاتير، هيدا موضوع كتير مهم، أنا هون بقول للمخاتير إنهم هن يلتفتوا لحسن الوطني. المخاتير ممنوع يعطوا إفادات مكتومي الأيد لأشخاص سوريين. نحن مثل ما حنطبق القانون على كل الموجودين بلبنان، بدنا نطبق القانون أكيد على السوريين، بدنا نطبق القانون على البلديات، بدنا نطبق القانون على رؤساء البلديات، بدنا نطبق القانون كتير على المخاتير. وكل مخالفة من قبل المخاتير نحن يتحول المختار يلي بيعطي إفادة نحن بنعتبرها مزورة، لأن عم تثبت موضوع غير حقيقي، وهيدا الموضوع عم يضر بلبنان، وهيدا الموضوع بيؤدي بيكون يتضمن قصد الإضرار. المختار رح نحقق معه، بالدوائر المختصة بوزارة الداخلية أكيد بواسطة المحافظين، ونحن كمان أكتر عم نتوجه للمختار يلي بيتبين لنا أنه عم يعطي إفادة كاذبة أو إفادة مزورة، عم نحوله أمام القضاء الجزائي. بلدنا مش للبيع، مش رح نقبل أنه العمل يكون غير شرعي، مش رح نقبل أنه عمل السوريين يبقى متفلت بكل القطاعات. نحن منعرف أنه كل لبنان دايماً عنده حاجة لبعض العمال السوريين بقطاعات محددة، بالبناء، بالزراعة، ببعض المحلات بجمع النفايات، إنما مش رح نقبل أنه هالقد يكون في تفلت، هالقد يكون سائقي دراجات النارية تبعون الديليفري عم يجوبوا الأراضي اللبنانية كلها سوا، عم يعرفوا تفاصيل الحياة اللبنانية وتفاصيل البيوت اللبنانية وبكل بيت مين موجود وكل بيت صاحبه وكيف عم يتحرك وكيف عم يروح. ونحن شفنا مؤخرا الاعتداء اللي صار بواسطة، ودائما بتشوفوا الاعتداءات اللي عم تصير
من قبل سائقي الدليفري. نحن بدنا نحافظ على بيئتنا، بدنا نحافظ على خصوصيتنا، بدنا نحافظ على أسرار بيوتنا وعلى أسرار عيالنا، وبدنا نحافظ على كل يلي لازم نحافظ عليه تيبقى لبنان للبنان وللبنانيين. نحن بدنا نحدد أماكن إقامة السوريين، مش رح نخليهم يتفلتوا وين ما كان ببنايات مش خالصة وبمحلات وبأمكنة مش خالصة. مش رح نقبل ورح نخلف البلديات والمحافظين يشرفوا على عدم إمكانية تغيير وجهة استعمال المحلات سواء لأي غاية كان، وخصوصا لغاية سكن عدد كبير من السوريين. أنا بقول إنه البلديات هي سلطة محلية منتخبة، سلطة محلية تنفذ القانون، عند سلطة وضع الأنظمة التي هي تعمل فيها التي تختص بالمقيمين أو بالعاملين ضمن إطار البلدية. هودي البلديات بدهم يقوموا بدورهم، نحن منأكد أنه بدهم يقوموا بدورهم. نحن مثل ما دايما عم نقول منطبق القانون، ونحن معنا من المحافظين 4 قضاة بدنا نطبق القانون على كل الموجودين بلبنان. مش رح نقبل الانفلات، مش رح نقبل استباحة لبنان. نحن بلدنا بيبقى لبنان وبيبقى للبنانيين. ما رح نقبل وما بدنا نقبل، ورح نعمل كل الإجراءات القانونية والإدارية لملاحقة وحتى القضائية لملاحقة أي شخص عم يستهوي المال تيأجر بنيته لعدد كبير من السوريين، أو عم يستهوي المال لحتى يجيب سوريين ويترك لهم مجال للإقامة بلبنان أو للعمل بطريقة غير شرعية. دايماً عم يقولوا لي بعض رؤساء البلديات إنه في مشكل، دايماً في منه طرف لبناني، يعني السوري المخالف بيجي لبناني من منطقة معينة أو لبناني بمكان معين بيجي بده يدافع عنه أو بده يعمل توسط معين أو وساطة معينة لتركه يخالف القانون اللبناني. يا نحن منقول لللبنانيين، للمدارس اللبنانية، للأماكن يلي ممكن يكون فيها سوريين من اللبنانيين، إنه ما يستهويكم المال. مثل ما منقول نحن للبلديات إنه نحن ما رح نقبل إنه نتغاضى عن مصلحة بلدنا وعن مصلحة بلدياتنا وقرانا ومدننا وكل منطقة بلبنان لقاء مساعدات معينة أو لقاء مال معين عم يندفع من أي جهة كانت. أنا قلت وبرجع بكرر، بلدنا مش للبيع. بلدنا إذا ما بنقدر نبيعه، ما بنقدر نحن لقاء المال نسمح باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيا بلدنا وتغيير هوية بلدنا. بلدنا مش للبيع. أي محاولة أو أي حدا بيتبين لنا أنه هو لقاء المال عم يساهم بمخالفة القانون أو باستباحة القانون أو باستباحة لبنان أو باستباحة وجود لبنان، نحن مش رح نسكت. بلدنا بيبقى لقلنا، بدي مساعدة من الكل، بدي من البلديات يلي هن مش موجودين معنا واللي هن ببعض المناطق خصوصا المناطق البعيدة أو المناطق الحدودية ما عملوا شيء، يرجعوا يعملوا مثل البلديات يلي هي أخذت إجراءات كبيرة. نحن عنا بلديات أخذت إجراءات مهمة، نحن عنا بلدية القاعة متحاول تشتغل، نحن عنا بلديات ببشري، بلدية الغبيري، أكيد بلدية بيروت، بلدية الدكويني، بعلاي، ببرج حمود. بالرغم من أنه أنا كمان عندي كثير معاخذ مثلاً ببرج حمود، في عنا كمية كبيرة من السوريين مش مقبولة في بلدية، في بنايات كلها سوريين. هيدا الموضوع بدنا نحد منه بقرارات وبالقانون. أنا قلت أنا هيك عذرا اليوم توجه لتوقيع عريضة نيابية لطرد الـ UNHCR.
شو بدكم تعملوا تبدأ يضل لبنان لقلنا مش لغيرنا؟ أنا قلت بوضوح إنه نحن حنحاسب كل مختار بيعطي إفادة مزورة تبقي سوري، وحنحاسب كل بلدية مؤثرة. نحن قادرين نحاسب إدارياً وقادرين نحاسب جزائياً، ونحن موجودين اليوم تنقول للي ما اشتغل واللي ما عمل شيء إنه يعمل شيء. أما بالنسبة للوضع للرأي للتعامل مع اليو إن إتش سي آر، فأنتوا بتعرفوا إنه أنا طلبت من اليو إن إتش سي آر وعلى الحكومة إنها تجبر كل المنظمات إنها تلتزم بالبروتوكولات اللي هي معمولة. أما بالنسبة للوضع السوري عموما، فأنا قلت أكثر من مرة وهلأ قلتها إنه نحن بلبنان بدنا خطة عودة وإطار زمني واضح، مش واجتماعاتنا مش لتنظيم الوجود السوري. يمكن ببعض المؤتمرات نحكى عن نوع من تنظيم الوجود السوري. أنا قلت بلدنا مش للبيع، مش رح نقبل مين مكان. وأنا قلت قدام مفوضين دوليين وقدام الاتحاد الأوروبي وقدام سفراء أوروبيين يلي بيجوا لعنا تيقولولنا نعطيكم مساعدات، نعطيكم مساعدات تحت تعالجوا الوجود السوري. نحن بلدنا مش للبيع، نحن عمليا مش رح نقبل بوجود، مش رح نقبل مساعدات للبنان او للبلديات اللبنانيه لحتى البلديات اللبنانيه تتغاضى عن وجود سوري غير قانوني. نحن بمجرد تطبيق القانون وبتعديه سقف تطبيق القانون بنطبق القانون على الاخر، وبنشجع البلديات هي فتحت البحر لانه اوروبا عم بتحول لبنان لسجن كبير للسوريين تبا يروحوا لعندها. هيدا الشيء واضح، ليه ما عم تفتحوا البحر للسوريين رحمه باللبنانيين؟ الوزارة الداخلية عليها تطبيق القانون، وموضوع البحر منه عندي ابدا ولا انا باخذ قرار فيه. انتوا بتعرفوا انه اذا الدوله اللبنانيه خلال عده حكومات او خلال اكثر من 10 سنين ما عملت شيء، هيدا مش مبرر انه اليوم ما ينعمل شيء. ونحن ونحن المحافظين والبلديات حيعملوا يلي بيقدروا يعملوه ليحموا البيئه اللبنانيه، واللبنانيين كلهم اللبنانيين بدهم هيدا الشيء وراح يتجاوبوا بهيدا الموضوع. وحتى ونحن حتى اللبنانيين يلي فكرهم انه في انه بعض الاستفاده الماديه من بعض الاجارات رح تغنيهم، فعم بقول لهم انه هيك بيخسروا لبنان. نحن قلنا وموقفي واضح، نحن بدنا خطه عوده واطار زمني ولا نحمي السوريين. هيدا الموضوع انا بدعي كل البلديات واللبنانيين يتعاونوا مع الاجهزه الامنيه اللبنانيه ومع الجيش اللبناني الذي يعمل ويقوم ما بوسعه. وانتم بتعرفوا قائد جيش حكيوا على موضوع ضبط الحدود. هل صحيح انه عم بيتم راس كميات كبيره من الاسلحه داخل المخيمات؟ الموضوع الامني نحن اجتماعنا مش امني، بس بحب طمن اللبنانيين وطمن كل المواطنين انه الاجهزه الامنيه اللبنانيه كافة والأجهزة العسكرية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الأمن الدولي والكل، وحتى الشرطة البلدية، نحن كأجهزة أمنية وعسكرية عم نقوم بواجباتنا، والأجهزة الاستخبارية والاستعلامية مخابرات معلومات هي عم تفيدنا بكل التقارير اللازمة. الوضع الأمني الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية عم تقوم بواجباتها خلاله. نحن كل وزارة بتقوم باللي لازم هي تقوم فيه، ونحن كوزارة الداخلية عم نعمل واجباتنا ومصرين، وعم نعمل قناعتنا السياسية والوطنية، وعم نعمل قناعتنا البلدية يلي هي متعلقة بكل الأعمال الأمنية والإدارية. بإجراءات عذراً مع الوزير السلطة عم تهرب من الإجراءات العملية.
يعني صار في احتلال سوريا للبنان مرتين. لانه ما في كونتراحيو للناس تجين. وزارة الداخلية ما بتهرب وما بتبعد عن مسؤولياتها، بتقوم بمسؤولياتها واكثر شوي. إذا عزتكم نشيل الميكرويات لو سمحت.